اه اساس بده يفاجئني هو. جبل دوت ون شوت. شو بدك تعمل؟ ها ها حرام عليكم يا جدعان والله. ما عرف يجيني استاذ نعيم، مسكر علي، خلاني افتح كده الحجاب. حرام عليكم يا جدعان والله. اسال حيوان نعيم. انا اسف، انا عن جد اسف، لانه انا بدل صرت ارقص عنده. انا اسف عن جد. بهذا الفيديو في حرق بالنسبة لصور الايجنسي وشو رح يصير فيها، فاذا انت ما بدك تحرق على حالك لا تتفرج على اخر الفيديو. بدي احكي لك كمان بعض النصائح الخاصة فورتنايت لحتى انت تقدر تخلص التحديات. شو رح يصير معنا لو صار معنا حدث دومز داي يوم 15/6، وفي بعض الاشياء ما رح تقدر تكملها بالنسبة للتحديات. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. مثل ما بنعرف حاليا لعبة فورتنايت نايمة، يعني فعليا نايمة، ما عم تلعب ابدا. اللعبة صايرة وطريقة اللعب صايرة غريبة جدا، وما عاد في لعيبة وما عاد في ناس. بتنزل بالسولو بتجيب 10 كيل، بتنزل بالسكواد بتجيب 20 كيل. الوضع صاير غريب جدا باللعبة، ما عاد في مثل اول. اللعبة نايمة فعليا هلا، ما في اي اضافات، ما في اي تسريبات، ما في اي تلميحات، ما في اي شيء لحد الان. اي شيء بتشوفوه على السوشيال ميديا كلياته كذب، وفي اكبر كذبة انتشرت عنا على الفيسبوك وعلى الدنيا كلياتها اللي هي الخاصة بهدول القوارب. هدول القوارب السبع قوارب في بجنبهم سبع سيارات، يعني السبع قوارب في بجنبهم سبع سيارات. شو عم تقولوا انه اجى الفيزيتور بقارب؟ الفيزيتور اجى ايام السيزون الرابع من الفضاء، واجى بكبسولة فضائية هو وناس، واجى مع اوميجا، واجى الدنيا ودنايا ونيازك ومدري شو. بدك تجي تقنعني انه الفيزيتور جاي هو وسبعة ثانيين بالقوارب بالمي؟ يعني الوضع مو طبيعي جدا. هلا اي شيء عم تشوفوه على السوشيال ميديا لحد الان ما في اي شيء منه صحيح، وما في اي تلميحات. ما في الشيء الوحيد اللي اليوم تسرب معنا او اليوم المؤكد يلي هو الصور الايجنسي اللي انا رح احكي لك اياهم باخر الفيديو. وانا هلا رح احكي لك عن بعض الاشياء الخاصه اللي نزلتها فورتنايت على السوشيال ميديا. فورتنايت نزلت على الفيسبوك والانستغرام وتويتر، نزلت منشور قالت فيه لو انت مالك اخذ الديدبول حاول خده، يعني بالمعنى العام مثل ما قلت لك اياها، يعني انت لو مو اخذ الديدبول ومخلص تحدياته حاول خده، لانه نحن رح ننتقل للسيزون الجديد ما رح تقدر تعمل اي شيء. فانا هلا رح اقول لك بعض النصائح بالنسبه ليوم 15/6. رح يصير معنا جهاز دومزداي رح يتفعل ويصير الحدث مثل ما نحن موعودين بعد التاجيل الثاني. الله اعلم ممكن يصير في تاجيل الثالث، بس نحن لحد الان مبسوطين على انه يوم 15/6 ومتفقين انه يوم 15/6 الحدث دومز داي. فانت حاول اي شيء عندك بالنسبه لسكندد بول او فتح ستايلات او اي تحديات حاول خلصها يوم 15/6 او قبل 15/6 عفوا. يعني معك هلا 5 ايام لجهاز دومز داي يتفعل معنا، فانت حاول خلص اي تحديات، لانه جهاز دومز داي مثل ما بنعرف رح يتفعل ورح يصير من وراء فيضانات ورح يصير بعض الاشياء اللي هي رح تخرب شكل الماب. ففي بعض التحديات انت ما رح تقدر تخلصها، فاي تحدي عندك يا حاليا لازم تخلصه، حاول خلصه هلا قبل يوم 15 جهاز دومز داي ما يتفعل، لانك انت في بعض التحديات ما رح تقدر تعملها لحد الان. تمام. وفي شغله كمان صغيره، اكتب لي تحت بالتعليقات اي شيء بدك اياه بالنسبه للتحديات. لو انت بدك اي تحدي كان عندي بالقناه، في عندي تحديات انا شارحها من شهر مشان ما تقعد تدور كثير، لان انا يوميا عم نزل فيديو. فقال لي اي تحدي انت ناقصك، تحدي الاسبوع كذا الخاص بالديدبول مثلا، الاسبوع الرابع الخاص بالديدبول انا ما خلصته يا نيمو، فاتس اوكي انا بجيب لك الرابط وبحط لك اياه بكومنت، وانت بتفوت بتفرج على الفيديو وبتخلص التحدي. فاحنا هيك انا بساعدكم وانتم بتساعدوني بتحطوا لي لايك مشان ينتشر مقطع بكل مكان. فاي شيء بدكم يكتبوا لي تحت بالكومنتات وحاول تخلص التحديات قبل يوم 15/6. وهلا خلينا نفوت على شغله جديده اللي هي الخاصه بصور الايجنسي. لو انت ما بدك ينحرق عليك اي صور لا تكمل هاي الفقره ابدا، لانه انا رح احكي لك هلا حاليا كيف رح تكون شكل الايجنسي. مثل مظهر امامك شكل الايجنسي هيك رح يكون معنا، ومثل ما حكينا لحنا بالتسريبات انه رح تكون مكسره، وانا نزلت فيديو انه رح تكون مكسره. بس الصراحه هذا الفيديو تبع الايجنسي هي مكسره ما كان واضح جدا، او ما كان يعني مصمم او بشكل جيد، هذا تصمم تخيلي كان على هيك رح يكون شكل الايجنسي. بس هلا حاليا هي الصور الخاصه كلياتها بالايجنسي، هي كل الصور الخاصه بالايجنسي هيك رح تكون الايجنسي بعد ما تتفجر، وبعد ما يصير معنا جهاز دومز داي. جهاز دومز داي رح ينزل من تحت الطاوله الخاصه بمادس اللي احنا شفناها بالاعلان خاص بالسيزون الثاني اللي هلا احنا فيه. شفنا انه هو بيكون قاعد على ترابيزه او طاوله هو والعملاء وعم يحكوا ويورجيك بعض الاشياء اول الشابتر هذا او اول السيزون هذا عفوا يعني. فهو رح يطلع من
منهم من جوات الايجنسي، لانه في وحده بجوات الايجنسي نفس شكل الطاوله بالضبط الخاصه باجتماعات تبعات مايدس او تبع البوس مايدس. فلحد الان هيك رح يكون معنا شكل الايجنسي، عرضت لكم اربع صور واضحه، هيك رح يكون شكل الايجنسي بعد حدث دومز داي. وطبعا رح تتغير معنا الماب بشكل طبيعي لانه رح يصير في فيضان، وجهاز دومز داي رح يفعل بعض الاشياء عندنا بالماب، ورح يصير عندنا فيضانات ومي وفي بعض الاماكن رح تحترق وبعض الاماكن مدري شو رح يصير فيها. انا ما رح احكي اي شيء خارج عن النطاق لانه حاليا ما في غير هذا التسريب الصح 100% اللي حيكون هيك شكل الايجنسي. وحابب اضيفكم معلومه كمان بانه شركه ايبك جيمز والمطورين خلصوا من اختبار اصدار 13 واصدار 13.10 والاصدار 13.20. مشان تعرف شو هذا الاصدار يعني شو معناته، بالنسبه للاصدار 13 هذا اصدار 13 اللي حيكون السيزون 13 الخاص بالسيزون الثالث شابتر 2. شركه ايبك جيمز والمطورين خلصوا من تطوير هذا التحديث واصبح جاهز معنا وكل شيء جاهز فيه على السيرفرات، يعني صفيان نوصل ليوم نهايه الحدث ونخلص ونفوت بالسيزون السيزون الثالث لنزل تحديث ونلعب. هلا شركة ايبك جيمز مزبطة كل شيء لحد هاي اللحظة، ومزبطة تحديث 13.10 اللي حيجي بعد تحديث السيزون الثالث، ومزبطة تحديث 13.20 اللي حيجي التحديث الثاني بالسيزون الثالث شابتر 2. فشركة فورتنايت والمطورين الله يعطيهم العافية شو اشتغلوا شغل فظيع بهالفترة هاي رغم الأحداث اللي عم تمر فيها أمريكا والكورونا والأشياء اللي عم تصير معنا. فهلا معنا 3 تحديثات خاصين بالسيزون الثالث جاهزين، الاصدار الاول والثاني والثالث جاهز معنا بالنسبه للسيزون الثالث. مو صفيان بقى غير يخلص هذا السيزون اللي عس قلبي فيه وزهقت وتكرهت حياتي من ورا هذا السيزون يلي هو سيزون 2 شابتر 2 يلي كان معنا اطول سيزون خلال فتره فورتنايت من نشأتها لحد هاي اللحظه. فهذا هو مقطعنا اليوم، بسيط جدا ما في غير تسريب واحد صحيح، وبحب اقول لك شغله جديده ونوه لك عن شغله جديده، لا تشوف اي تسريبات، كل شيء تسريبات عم تنزل كذب حاليا، ما في اي شيء صحيح. انا صار لي اسبوع كامل عم شوف وعم تابع، ما في اي شيء حاليا غير شكل الايجنسي هيك رح يكون. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، اتمنى يكون عجبك، لا تنسى لايك واشتراك تفعيل زر الجرس، وبدي رايكم بكومنتات لو انت كملت المقطع للاخر، شو رايكم بلعبه فالورنت اللي انا عم نزلها، هل استمر فيها ولا لا؟ فشكرا لك كود دعم بالايتم شوب نيمو 9، وبترككم مع مقطع صغير لجيم بلاي بيقرف وكله سبام وكله ار بي جي، ويعني شيء رح يوقف لي قلبي كان الصراحه، وبرعايه الله. معاك بلانش واحد ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ لا يكون شي حدا؟ انا عندي واحد نوك نوك نص انا جاي دمنا واحد عندي عندي كلهم ابيض زين كلهم هنا حاسس تاني يا رب تفحوني يلا حبايبي لا ضم يا دم شوية تعال على البيت تعال الله حرام خد خد مني متوحدة خد مني ومعيش سلاح فين البم فين محمود انا ورا بالبيت تعال 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 ليفل توحد مليار فوت 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 يا دمين ارجع معاك ماتس انت بتطلع هاي البي هاي البي هاي معيش طلق بيها دي طب فينك خد 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 معيش ماتس معيش ماتس معيش ماتس خد انا ما معي غير 300 خد خرب بيوكو على التوحد خرب بيتهم شو عملوا مش اي ار اس ام جي خود 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 اي ار خود عندي واحد لوك واحد لوك بدي روح بلعه
او شو ما كان يكون. ما تاك ما تاك. تعال خذ طلق مني اللي انت عايزه. ايش في تاك هنا؟ وراكم وراكم متت على وتد. وراكم في ناس كتير. انا هاي جرام. اقول لك وراك وراك. مات مات حدا معه مات هيل. انا وينك وينك؟ هاي انا هنا في بومب ده. هات الار بي جي. هاي معك الار بي جي دميل شرا؟ لا والله هيل خد معايا دي. ماشي شغال شغال نعمة. ماشي ما عايز ماتش ولا ايه؟ لو في معايا 300 حديد فقط تغيير. محمود ده معك مات؟ معي معي انا بستعوله عندي في ناس. مني مني عندي واحد عندي واحد. كل دوم ماتش. بيت امك اديني مني واحدة واحدة مني ما فيش غيرها. خذ مني ما تسمح مو او لا لا انا تمام تمام ما بدي ما هون هن. تمام رضا هيل مني ما حدا معه. انا احد هات هات واحد من الكاش اللي قاعد تحتينا هم. واحد طلع تحت موت. واحد نوك واحد نوك وانا راح نتنوه. انا ما معي هيل يا محمد من هون يا شباب. هذا يعمل لي ريفايف. ما عادش معي بتاع دوري. عم يلازروني عم يلازروني بدهم يجيبوني. انا مت انا كمان. تعال فوت فوت. صحيح صحيح انا ماسك البنايه انا. انا اي ضربه بموت دمي. وانا باي ضربه بموت برضه. وانا كمان يا محمد يا احتجي علي. اشتمكو اشتمكو بايه؟ مش هتلحق الجميل حمود. مليون في المية حمود. روح روح روح. عاش في ناس فوق بالهواء كمان كتير. مو طبيعيين شو عم يعملوا صايرين اللعب فيها اللعبة. لك وين في ناس فوق بالسما بالسما فوق اعلى شيء. لا والله خلاص دول كان تبعهم. انا بقول له مو طبيعية اللعبة شلون صايرة يا زلمة شلون الناس عم تلعب.